كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار وامتحان لنا، إما تنجح في الاختبار أو لا تنجح. كونه كي توت نعمة فاغيك الله سبحانه وتعالى انفعلونه سواء يلقزمه يلقزمه كي الله سبحانه وتعالى بتستنه سواء نكو غيسي وسواء نكو فيل. إذن النعمة اختبار وامتحان لك. نعمة فاغيك يلقزمه يتسبو كيف تنجح في الاختبار؟ تريد تنجح؟ لابد من أمرين حتى تنجح. الأول قبل أن تأتي النعمة. الآن هذا يمشي في الطريق الآن. ويرى القصور، العمائر، السيارات، البواخر، السفن. نعم. Alors il y a des sabans zoli villa, il y a des sabans zoli loto de model, il y a des sabans speedboat, il y a des sabans zoli avion. Fais mal de yufakir. Quoi qui me passe là-dedans? Fais mal de yufakir. Quoi qui me passe là-dedans? في ماذا تفكر عندما ترى هذه الدنيا متاع؟ تقول تفكر في ماذا؟ تقول لو يتعرف علي الرئيس، رئيس البلد، أو الملياردير، أو التاجر، ويقول تعال أنت حبيبي خذ الذي تريد، أعطيك شيك مفتوح، خذ قصري واختار من سيارة التي تريد، واختار طائرة خاصة ومركب خاص. صحيح أو لا؟ أكثر الناس يفكر في هذا أو لا؟ صح. صحيح أو لا؟ نعم. الجنة تطلب من من؟ جنة ودمانك لكيل. من من؟ من الله. لماذا لا تطلب من الرئيس والوزير والتاجر؟ نعم. لماذا؟ لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله. طيب الرزق يطلب من من؟ الرزق دمان دبي لكيل. من الرئيس، دبي بريزيدان، وزير، دبي تاجر، ملياردير. اذا هذا الذي تفكر فيه تعلق بغير الله. لا تتعلق بالخلق. وتوكل على الحي الذي يموت. هؤلاء يموتوا. Allah dit où mais tout tawakkul celui qui vivant qui pas mort. Allah est vivant, la restant tout pour mort. هذا الاختبار الأول. Ça premier l'examen. Tu فكر بمن؟ وبيبصر لكيل. من يرزقك؟ لكيل كي بنويه. الله. الله جل. لا تفكر في تاجر في وزير لا. بابس نيلو بريزيدان نيلو سابيزنسمن. الثاني. ديزيم. الاختبار الثاني. ديزيم الاختبار. جاءت النعمة. ها سفافين فينا فيو. جاءت السيارة وجاء البيت. لا تير لا كازين فيني لو توين فيني. ماذا يقول؟ كيو بوجي. من أين لك السيارة؟ كوتون غيسا لوتو. من أين وجدت القصر؟ كوتون غيسا فيلا. من أين عندك مال؟ كوتون غيسا لازا. قال هذا بجدي. سالد بيمو. بعرقي. موتانسبيلاشون. بتعبي. مولافاتي. أبي. مو بابا. جدي. مو غوبا. عائلتي أغنياء. نحن لا نعرف فقر. Nous pas connons la pauvreté. نحن أشراف. Nous venons d'honorer. أعوذ بالله. هذا كفر للنعمة. أعوذ بالله إنه سكوف لبفاقك الأنفال. مثل قارون. طري قارون. كل قارون لبي موسى. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذن الاختبار الثاني ما هو؟ Alors deuxième test, deuxième examen lequel؟ الاختبار الثاني أن تشكر النعمة. Deuxième examen, c'est où remercier sa faveur qu'Allah nous donne. بالقلب. يقولك إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. Qui vous reconnaît et vous acceptez dans le cœur que toute faveur qui vient sort de Dieu Allah subhanahu wa taala. باللسان. Avec la langue. من أين لك هذا؟
هذا من فضل ربي. الله أعطاني، الله رزقني. الثالث بالجوارح، تصرف النعمة في شكر المنعم. نعمة النظر، تنظر فيما أباح الله ولا تنظر فيما حرم الله. نعمة المال، تنفق في طاعة الله ولا تنفق في معصية الله، في الخمور مثلا. قد يقول قائل هذا، يقول أنا فقير، ليس عندي شيء، أشكر على ماذا؟ سبحان الله، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، ليس نعمة واحدة. الله سبحانه وتعالى جيسيو بوزو بو كونت فافي الله بان كوزي سي فافي بليجي فافي الله زو بابو كاباب كونتي. الآن كل واحد منا عنده بيت، الحمد لله. كل واحد منا عنده، ليس خادم، خدم يخدمه. كيف؟ هذا انترنت، هذا الجوال، هذا الكهرباء، هذا كله تخدمك انت لا. صحيح؟ وزوجة. إذن كل واحد منا ملك. والله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. اسمع قاعدة، قاعدة مهمة. ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر. تريد النعم تأتيك، أشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا تجد في الناس. كيف الحال؟ قال طيب الحمد لله. من أين لك المال؟ قال هذا من فضل الله. قال يوجد الآن ضرائب وكذا. قال الحمد لله. تجد هذا اللي دائما يحمد الله دائما في غنى. وتسأل بعض الناس كيف الحال؟ قال تعبانين. كيف الجو؟ قال حر. كيف يقول مشكلة كبيرة، أرفع أسعار ارتفعت وضرائب وحكومة و تجد حياته دائما هكذا. صحيح أم لا؟ إذا ما استجلبت النعم بأفضل من الشكر. ليس الإشكال في حال الابتلاء، الإشكال في حال السراء. لأن الإشكال في السراء أن بعض الناس يكفر. إذا ذلل لسانك بشكر المنعم. حتى عندنا في رسائل في الجوال، في هكذا عندما تكتب احيانا يخرج لك هكذا. نعم، يعني هذا بقوتي ويخرج لك هكذا. هذا عند الدعاء، هذا بوذا. إذن أنت لا تأخذ من هذه الأجهزة، خذ من الكتاب والسنة.